وايه ده انا هجيب لك بنتي ترقص؟ فكلمه رقصه اصلا دي كلمه صعبه جدا بالنسبه للصيد. هو ماما في الاول كانت مرحبه بالفكره وموافقه، لكن بابا ما كانش راضي، اللي هو ازاي ادرب باليه او كده. كنت بحلم ان انا ارقص باليه علشان كنت بتفرج على صور وفيديوهات وكنت بتمنى اكون زيهم. احنا أسسنا أول مدرسة تعليم الباليه للبنات في الصعيد. البنات في المنيا والصعيد بشكل عام يعني من حقهم إن هم يحلموا يكونوا في مكان زي الأوبرا أو معهد الباليه، لكن ده مش متاح طبعا، فبنحاول نوفر المساحة دي يحققوا فيها أحلامهم. الأسر في الصعيد يعني المستويات الاجتماعية مش كبيرة، كان لازم الباليه يكون مناسب للمستوى الاجتماعي للناس، ما يكونش عالي وما يكونش قاصر على فئة معينة. العدد الحالي حوالي 150 بيزيد وينقص يعني كل فترة. يعني أكتر صعوبات بتكون نظرة المجتمع والصعوبات المادية، يعني أي حاجة ليها علاقة بالبنت بتكون شائكة شوية. الباليه وغيره من كل الفنون كان غريب بالنسبة للبنت. ففي الأول كان أنا ممكن بنتي ماشي صغيرة لحد 8 سنين تمارس فن زي كده، لكن بعد كده هيكون صعب. واحدة واحدة بدأت الناس تفهم إنه لأ، ده مش حاجة عيب يعني، فممكن نكمل. الصعوبات المادية ان انت تفتح مكان زي ده لازم يكون مكان مجهز ومساحة كويسة، وكمان التدريب المدرب نفسه التكلفة بتكون عالية جدا. يعني اهمية المدرسة بتدي ثقة فظيعة في النفس بالنسبة للبنت، بتخليها طايرة، حاسة ان هي ممكن تمارس فن، ممكن ترقص، ممكن تطلع على مسرح. لما بنلاقي تشجيعهم وبنلاقي ان هم متحمسين وحابين الموضوع، فده اللي بيخلينا يعني بنحاول نوفر فرص وبنحاول نكمل. انا شايفه ان حلمي بيتحقق وعايزه ابقى باليرينا مشهوره.